تبوأت جامعة البحرين تصنيفا متقدما بحسب التقرير السنوي الذي يصدره مركز تصنيف الجامعات العالمي المختص دوليا بمجال تصنيف الجامعات، حيث نشر المركز أسماء أعلى 50 جامعة عربية بعد إجرائه لتقييم شمل أكثر من 1000 جامعة عربية هذا العام، خضعت جميعها لمعايير فحص موحدة، وكانت الجامعة قد حققت المركز 25 من بينهم. في أقل من 3 سنوات حققت جامعة البحرين مستويات متقدمة على قوائم التصنيف العالمي بما يتعلق بالجودة والسمعة الدولية، لتصل إلى المركز 25 على مستوى الوطن العربي وضمن أفضل 1000 جامعة من بين 26,000 جامعة على المستوى العالمي. أرفع إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد حفظه الله ورعاه هذا الإنجاز الكبير، وإلى الحكومة الموقرة وإلى جميع الأكاديميين في مملكة البحرين حصول جامعة البحرين على مراكز متقدمة في التصنيف العالمي، فقد حصلت الجامعة على مرتبة الجامعات التي هي بين 800 إلى 1000 أحسن جامعة من ضمن حوالي 26,000 جامعة، وكذلك على المركز المتقدم بالنسبة للجامعات العربية. هي جامعة رائدة شكلت علامة مضيئة في مسيرة العلم والمعرفة، انسجمت مع معايير التصنيف الدولي وعززت من قدرتها التنافسية والعلمية، لا سيما فيما يخص معايير التقييم. معاييرها هي تعتمد على أشياء كثيرة، من ضمنها يأخذ البحث العلمي، من ضمنها ينظر إلى تأثير الجامعة عالميا، من ضمنها يأخذ اللي هو كفاءة أعضاء هيئة التدريس، من ضمنها البنية الأساسية في الجامعة، من ضمنها التعاون الدولي، من ضمنها اللي هو آراء الموظفين بخريجي جامعة البحرين. ففي هذا الصدد احنا وضعنا 411 في هو نظرة الموظفين في خريجي جامعة البحرين، هذا مؤشر جيد. اليوم تم تصنيفنا بالمركز 25 على جامعات الوطن العربي، وطبعا احنا قبل هذا تم تصنيفنا على المركز 411 في معيار السمع لدى أرباب العمل، وهذا إنجاز كبير نفتخر فيه كلنا كمنتسبي لجامعة البحرين. رؤية متطلعة جاءت مواكبة لرؤية رائدة، أو فلنقل هي مشتقة أساسا من رؤية البحرين الوطنية 2030. تميز جامعة البحرين على المستوى المحلي والدولي ليس بالمستغرب في هذا الوطن المعطاء، كيف لا وهي تزخر بالطاقات والكفاءات والقيادات في مختلف المجالات. لتلفزيون البحرين صالح يوسف.